اهلا وسهلا بكم واهلا بضيوف الكرام دكتور عبد الله الطاير، دكتور خالد الفرم، دكتور ماجد التركي، الاستاذ عقل الباهلي. الى موضوعنا التالي. واصل النائب العام في السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب الإعلان عن بيانات صحفية حول أعمال اللجنة التي بدأت أعمالها منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تشكيلها قبل نحو شهر، حيث كشف المعجب أن معظم المتهمين بالفساد وافقوا على التسوية، وأن النيابة العامة قررت التحفظ على عدد محدود منهم فيما أفرجت عن البقية. وأوضح النائب العام أن اللجنة استدعت 320 شخصا وأوقفت 159 آخرين، فيما قامت بالحجز على الحسابات البنكية ل 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مؤكدا حرص الجهات المعنية على مراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لا سيما الشركات والمؤسسات، مؤكدا أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية من دون أي تأثير. أخوي خالد، حسب تصريحات النائب العام يقول انه وافق معظم من تم مواجهتهم بالتهم يعني على انه التسويه. ابغى تقول لي ايش رايك فيما يشاع يعني من ارقام ماليه للمسترد، هل هي حقيقيه ام اشاعه؟ هل هناك مستندات يمكن الرجوع اليها لمعرفه كم مليار سيتم استردادها؟ اولا يشكر النائب العام يعني هذا البيان، هذا البيان رقم 3 تقريبا الذي يجسد ايضا شفافية في قضية الأرقام والإحصائيات والأعداد والأرقام. النائب العام قدر حجم الأرقام، حجم المبالغ التي قد تسترد بمئة مليار دولار، وهذا رقم تقديري، يعني 375 مليار ريال سعودي، مليار ريال سعودي، وهذا رقم كبير جدا. وأنا أعتقد أن الرقم قد يكون متحفظ يعني متحفظ من قبل النائب العام. تقصد أنت يوم تقول كبير جدا يظهر كأنك تشكك في أنه مش الرقم المتوقع، أو تقصد أنه زين أنه رقم كبير؟ أنا أعتقد أن هذا الرقم في الواقع 375 مليار، نتكلم عن حوالي 40% من الميزانية السعودية، رقم جدا عالي. إذا وهذا رقم تقديري من نائب العام، ولكن واقع الحال إذا تم استرداد 70% من هذا الرقم أنا أعتقد هذا إنجاز. النقطة الأهم أن نحن في الواقع هذا الحدث أحدث صدمة إيجابية في الحياة الإدارية السعودية. حلو. سابقا لم تكن هناك مساءلة، لم تكن هناك محاسبة، لم يكن هناك استدعاء للوزراء، للمسؤولين السابقين أو الحاليين، فبالتالي أحدث صدمة كبرى في الحياة الإدارية السعودية، وأصبح هناك إحساس بالمسؤولية وترقب من المحاسبة والشفافية. لكن الأهم كيف نستطيع مأسسة هذا الحدث بحيث أن يكون في الواقع هو عمل مستمر ودائم ولا ينتهي بانتهاء هذا الحدث. ممتاز عبد الله، كيف يمكن بالفعل نؤسس لمثل هذا الإجراء بحيث يكون القضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية أو منع الفساد أو الحيلولة دونه فضيلة وإجراء أخلاقي قائم؟ لأنه الحقيقة في سنوات مضت يعني أنا وأنت وجميعنا نعلم أن الفساد قد استوطن وتجذر بشكل كبير حتى لم يعد هناك خجل من وجوده، يعني صار كأي شأن طبيعي في المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أن التنظيمات موجودة والأجهزة موجودة، بل نشتكي الحقيقة من تعدد الأجهزة أحيانا. الحقيقة يعني تتداخل صلاحياتها، عندنا هيئة الرقابة والتحقيق، وعندنا ديوان المظالم، وعندنا هيئة مكافحة الفساد، وعندنا المباحث الإدارية. هذه أربع جهات الحقيقة كلها موجودة ومؤسسة من عشرات السنين. ديوان المراقبة العامة وليس ديوان المظالم، كلها تعمل الحقيقة منذ سنوات طويلة وأنجزت. ما تعتقد أنها تتصادم؟ هي تتصادم، لكن
هي عملت وأوقفت ناس وسجلت ناس وحكمت على آخرين. الإشكالية أنه متى هذا متى من بدايتها لكن حكمت على ناس من تحت السلم الحقيقة أنه الفئة التي كنا نتصور من عندها حصانة رفع عنها الغطاء لها. وهذا هو الذي يعني الملك سلمان هذا الذي قام به الآن أنه لا أحد فوق النظام. بمعنى أنه إن شاء الله مع انتهاء هذه الحملة هذه الجهات ستمارس عملها وهي قوية. صحيح. بمعنى ما عنده مشكلة بعدين نروح الوزير ولا يروح الأمير ما عنده مشكلة لأنه أصبح الإجراء الآن موجود فالمؤسسات موجودة كانت تنتظر إلى قرار بدل من أن تسير من تحت إلى أعلى ثم تتوقف عند يعني مستويات معينة وتحول. طبعا الديوان ترى يحقق الديوان فيه لجان بالنسبة للوزراء بالنسبة للموظفين المرتبة الممتازة فيه لجان خاصة بهم تحقق معهم لكن الآن أصبحت المؤسسات عندها التخويل أن توقف أي متهم بالفساد كائنا من كان. والأجمل ما الأجمل الحقيقة الآن هو أنه أصبح الأمر وجه نظامي بمعنى في ادعاء عام الادعاء العام الحقيقة هو الوجه النظامي لأي بلد من البلدان. ممتاز. بمعنى صحيح أنه فلان يعني عنده فساد لكن أيضا له حقوق وحقوقه يجب أن تصان. ممتاز. يجب الحقيقة أن يعامل وفق النظام لا يمكن لنا الحقيقة أن نكافح النظام بمخالفة النظام وهذا الذي الآن يسير وأن الأمور تجري بشكلها النظامي. وأنا عجبني مثل ما أشار الدكتور هذا البيان بيان تفصيلي ويجيب على سؤال 1% الذين طلبوا التقاضي. أنا بستكمل مع الباقيين بس المخرج يقول في فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل يا ماجد إيش رأيك أنت في الحملة اللي قاعدة تحدث على الفساد؟ نقاط سريعة. النقطة الأولى أولا يجب يعني التأكيد على أن هذا حق المواطنين. هذه أموال المواطنين أموال الدولة هي في النهاية تنمية للبلد ومخصصات برامجية استقطعت من غير وجه حق فهي تعود لخزينة الدولة إذا تعود لمصلحة المواطن. الجانب الثاني هي تعزيز الثقة الدولة ثقة المواطن في الدولة. يعني فترات يعني كثر الكلام احنا كما تحدثنا قبل قليل ان وسائل التواصل الاجتماعي لم تترك سرا لاحد واصبح المجال للشائعات فمثل هذا العمل وتواصل هذا العمل يعزز قيمة النظيف حتى يزداد نظافة ويجعل حقيقة صاحب الفساد من زاوية في زاويته ويترقب الساعة التي يكشف فيها. الأجمل حقيقة ما يعني كتأكيد المعلومة عندي إذا هي أكيدة أنه تم الإعلان على أن من كان راشيا أو مرتيشيا قبل أن يقبض عليه له مساحة قانونية أن يأتي ويقدم هذا الأمر وأن يعفى من العقوبة الذاتية والعقوبة اللاحقة وهذا أمر مهم يشجع أن من تاب الله عليه وأن من يريد أن يكشف هذا الأمر وأن يقدم مستنداته ويتراجع عنه هذه خطوات مهمة جدا. أنا أقول الحقيقة المكسب الرئيسي هو في القيمة المالية نعم هذا جانب مهم الأشارة الدكتور ولكن أن نعزز قيمة الدولة في نفس المواطن أن هذا حق مواطن مصان من قبل الدولة وأنني يجب أن أمضي في حقي اللي هو تعميم النظافة وليس مجرد مكافحة الفساد. صحيح. عقل أنا أيضا من يعني اللي يأيدون لأنه فيما مضى كان المال العام مستباح والمرافق العامة أيضا عند حتى عند أقل الناس كانوا دائما يعتبرون هدر هذه الأشياء أو التهديم أو التخريب في المرافق العامة يعني مثل قولت حلال الدولة. هذه المفردة يجب أن تتغير ولا حلال مو بحلالك جرة على الشجر. هذه المصطلحات كانت سائدة. أنا أعتقد أن الإجراءات الأخيرة التي تتم بخصوص الفساد ستردع مثل هذه الأخلاقيات البائسة. وش تعليقك؟ أنا أتذكر كم وزارة ودت كاتب للمحكمة وراه يشير إلى أنه فيه شبهة فساد. من يوم بدأت هالقصة ما سمعت ولا وزارة قالت شيء ولا أحد كان شيء ذبحت. ممتاز. هذا كافي. نحتاج أيضا إلى رفع سقف حرية الإعلام شوي يساعد على مكافحة الفساد وغيره. يا حبيبي أنت تحك السقف وتتعدى وتشقة فأنا أعتقد أن عندنا سقف ممتاز الحمد لله. يرحمك الله. على حال انتهى الوقت عندي. أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ عقل الباهلي الدكتور خالد الفرم الدكتور ماجد التركي الدكتور عبد الله موسى الطاير. شكرا موصولين إليكم. أمان الله.